السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي طلاب الصف الثاني عشر المسار الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان التعايش الإنساني والسلم والأمن الدوليين، الجزء السادس. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا لنستعرض أهداف درس اليوم. في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على ما يلي: أولا، أن يستنتج الطالب أهداف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. ثانيا، أن يعدد الطالب مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر. وهذا الدرس سنجده في الكتاب المدرسي صفحة 52 و53. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا نسترجع شيئا مما سبق دراسته في الحصص السابقة. أولا، كيف تصون الأمم المتحدة السلم والأمن الدوليين؟ تعمل منظمة الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها وفروعها على صيانة السلم والأمن الدوليين، وذلك من خلال الإجراءات الآتية: أولاً، الدبلوماسية الوقائية والوساطة. ثانياً، حفظ السلام. ثالثاً، بناء السلام. رابعاً، مكافحة الإرهاب. خامساً، نزع السلاح. ولعملية حفظ السلام العديد من الأبعاد هي كما يلي: أولاً، المساعدة في نزع سلاح المحاربين السابقين وتسريحهم وإعادة دمجهم في مؤسسات الدولة من أجل حفظ السلام. ثانياً، صون السلام والأمن. ثالثاً، تسهيل العملية السياسية من أجل ضمان انتقال آمن للسلطة دون احتراب أو نزاع. رابعاً، حماية المدنيين من الجماعات المتطرفة ومن الجيوش التي قد تؤثر بالسلب على المدنيين. خامساً، تقديم الدعم لتنظيم الانتخابات. سادساً، تعزيز حقوق الإنسان. سابعاً، استعادة سيادة القانون. وبذلك تقوم مؤسسة الأمم المتحدة بعملية حفظ السلام، ويتم تفويض عمليات حفظ السلام من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما عن أهداف عملية بناء السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة، فتهدف أنشطة الأمم المتحدة في عملية بناء السلام إلى هدفين رئيسين: الهدف الأول، مساعدة البلدان الخارجة من الصراع، وذلك مساعدة أمنية وسياسية واقتصادية. ثانياً، خفض احتمال عودتها إلى الصراع من جديد، وذلك من خلال وضع أسس متينة للسلم والتنمية الدولية. وتتكون هيكلية بناء السلام في منظمة الأمم المتحدة من لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام ومكتب دعم بناء السلام التابعين لمنظمة الأمم المتحدة. أما عن ركائز الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، فقد اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في عام 2006 الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، والتي تتكون من 4 ركائز هي: أولاً، معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب كالظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية. ثانياً، وضع تدابير منع الإرهاب ومكافحته. ثالثاً، وضع تدابير لبناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظمة الأمم المتحدة في هذا الجانب. رابعاً، وضع تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس رئيسي لمكافحة الإرهاب، فإن ذلك هو الوسيلة الوحيدة من أجل السيطرة على الإرهاب ومن أجل مكافحته في العالم.
أما عن الإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة لنزع السلاح، ففي الحقيقة تقوم الجمعية العامة وغيرها من الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح، وذلك على تثبيت السلم والأمن الدوليين من خلال الإجراءات الآتية: أولاً، جهود نزع السلاح. ثانياً، وضع حد لانتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن الأسلحة التقليدية التي لدى الجيوش. دور دولة قطر في تعزيز التعايش الإنساني والسلم والأمن الدوليين. في الحقيقة، وإيماناً من دولة قطر بأهمية شراكاتها الاستراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة بفروعها وهيئاتها المختلفة، فقد حرصت دولة قطر على تعزيز التعايش الإنساني والسلم والأمن الدولي من خلال ما يلي: أولاً، المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل حفظ الأمن والسلم في العالم. ثانياً، دعم عملية التنمية والتي بدونها لن تتحقق الأهداف المرجوة لمنظمة الأمم المتحدة. ثالثاً، تعزيز حقوق الإنسان وتقديم المساعدات الإنسانية المالية والغذائية والصحية والتعليمية للدول المتضررة والمحتاجة. رابعاً، المشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة والتي تواجه العالم أجمع. أما عن الأزمات التي ساهمت دولة قطر بجهود الوساطة في حلها، فهي كما يلي: أولاً، مشكلة الصراع الدائر في دارفور. ثانياً، الوساطة بين دولتي إريتريا وجيبوتي. ثالثاً، إطلاق سراح رهائن سوريا. رابعاً، وضع حد للفراغ الرئاسي في دولة لبنان. خامساً، عملت دولة قطر وما زالت تعمل على تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وخصوصاً فتح وحماس. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا نستعرض أهداف درس اليوم. الهدف الأول: أن يستنتج الطالب أهداف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. أهداف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان: في الحقيقة أعزائي الطلاب، تنظر دولة قطر إلى عملية الحوار بين الأديان والحضارات المختلفة بكونها عالية لا غنى عنها لجميع الدول ولكل المجتمع الدولي، وذلك من أجل إقامة جسور تواصل بين المجتمعات المختلفة عرقيا ودينيا وثقافيا، وكذلك بين الشعوب جميعا، وذلك من أجل معرفة الآخر وكشف ثقافته ومعرفة آرائه، ولتحقيق الاحترام المتبادل والاستقرار في العالم أجمع. وفي ضوء ما يشهده العالم من تحديات عديدة تهدد السلام والأمان في العالم والعيش المشترك بين الشعوب والثقافات والأديان المختلفة، وإزاء تنامي مظاهر التعصب والكراهية وانتشار الصراعات العنيفة والتطرف، دعمت دولة قطر وبقوة كل مبادرة انشئت من أجل تحالف الحضارات التي تطلع اليوم بدور فاعل في الترويج لثقافة السلام. وحرصا من دولة قطر على إرساء دعائم الأمان والسلام في العالم، ومن أجل تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، ومن أجل مكافحة التمييز على أساس الدين أو العرق أو المعتقد أو العنصري، أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والذي يسعى إلى العديد من الأهداف، أهمها ما يلي: أولاً، نشر ثقافة الحوار بين المختلفين والمتفارقين من أهل الديانات والحضارات المختلفة. ثانياً، تعزيز ثقافة قبول الآخر. ثالثاً، التعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات المختلفة والاستفادة كل من الآخر. والآن أعزائي الطلاب،
نصل إلى ختام الهدف الأول، لذا أجيب على هذا السؤال. اذكر أهداف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. الإجابة هي: أولاً، نشر ثقافة الحوار. ثانياً، تعزيز ثقافة قبول الآخر. ثالثاً، التعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات المختلفة. الهدف الثاني: أن يعدد الطالب مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر. أما عن مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر، فإن دولة قطر تعتبر من الدول المهتمة وبشكل كبير بحقوق الإنسان، حيث يشكل تعزيز وحماية حقوق الإنسان أحد الركائز الهامة الأساسية في سياسة دولة قطر الداخلية والخارجية، ويعتبر حقوق الإنسان خياراً أساسياً واستراتيجياً هاماً تستند إليها دولة قطر في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة على مساراتها الخارجية والداخلية على حد سواء، وهو ما تم التأكيد عليه في الرؤية الشاملة للتنمية القطرية المستدامة والمعروفة باسم رؤية قطر الوطنية 2030 ميلادية، من حيث ما تضمنته من محاور هامة تتطرق للقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في كل مكان في العالم، وهي في مجالات متعددة مختلفة تبرز فيما يلي: أولاً، التعليم. ثانياً، الصحة. ثالثاً، حقوق الطفل. رابعاً، تمكين المرأة. خامساً، البيئة. سادساً، حقوق العمالة، حيث تستند دولة قطر إلى هذه المجالات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، فللجميع حق في التعليم وحق في أن يلاقي رعاية صحية آمنة شاملة وبشكل فوري عاجل، وللطفل حق كبير في التربية والتنشئة، وكذلك للمرأة حق في العمل وفي التنشئة السلمية الآمنة، وللبيئة حق أن نحافظ عليها ونحميها، وللعمالة حق العمل وحق الأجر دون عنصرية أو تمييز. كذلك في استراتيجية التنمية الوطنية تقوم دولة قطر بتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وتماشياً مع حرص دولة قطر على حماية حقوق الإنسان ومع سياساتها في هذا المجال، تستضيف دولة قطر مركز الأمم الإقليمي للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في الدوحة، والذي يقوم هذا المركز بالعديد من الأعمال التي تضمن حفظ حقوق الإنسان، ومن أبرزها ما يلي: أولاً، رفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. ثانياً، عقد الاجتماعات وورش العمل المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان المختلفة. ثالثاً، تدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والناشطين في مجالات حقوق الإنسان. وبذلك أعزائي الطلاب، نصل إلى ختام الهدف الثالث، لذا أجيب على هذا السؤال: عدد مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر. الإجابة هي: أولاً، حقوق الطفل. ثانياً، تمكين المرأة. ثالثاً، حقوق العمالة. رابعاً، البيئة. خامساً، مجال الصحة. سادساً، مجال التعليم. وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية وتعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وهكذا أبنائي الطلاب، نصل إلى ختام درس اليوم، لذا هيا بنا نستعرض ملخصا سريعا لأهم ما ورد في هذا الدرس. أولا، أهداف مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان. حرصا من دولة قطر
في مجال إرساء دعائم السلام والأمان في العالم، ومن أجل تعزيز الحوار بين الأديان المختلفة والثقافات المتباينة، ومن أجل مكافحة التمييز على أساس الدين أو العرق أو المعتقد أو الثقافة أو الجنس، أنشأت دولة قطر مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والذي يسعى إلى ما يلي: أولاً، نشر ثقافة الحوار. ثانياً، تعزيز ثقافة قبول الآخر. ثالثاً، التعايش السلمي بين أتباع الديانات والحضارات المختلفة. مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر: تشكل حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر الداخلية والخارجية، لذا تحرص دولة قطر دائما على التأكيد على حقوق الإنسان، والذي أكدت عليها في رؤية قطر الوطنية لعام 2030 ميلادية. وتتلخص هذه المجالات فيما يلي: أولاً، مجال التعليم. ثانياً، مجال الصحة. ثالثاً، حقوق الطفل. رابعاً، تمكين المرأة. خامساً، البيئة. سادساً، حقوق العمالة. وتماشياً مع سياسة دولة قطر، استضافت الدوحة مركز الأمم الإقليمي للتدريب والتوثيق في مجالات حقوق الإنسان لمنطقة جنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يقوم بالأعمال الآتية: أولاً، رفع الوعي في موضوع حقوق الإنسان. ثانياً، عقد الاجتماعات وورش العمل المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان. ثالثاً، تدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى ختام درس اليوم، لذا أجيبوا على هذه الأسئلة. السؤال الأول: عدد مجالات حقوق الإنسان التي تؤكد عليها دولة قطر. المجال الأول: حقوق الطفل. ثانياً: تمكين المرأة. ثالثاً: حقوق العمالة. رابعاً: البيئة والحفاظ عليها. خامساً: مجال الصحة. سادساً: التعليم. وقد أكدت دولة قطر في استراتيجية التنمية الوطنية الخاصة بها على تعزيز المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، ومنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. السؤال الثاني: وضح دور مركز الأمم الإقليمي للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لمنطقة غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. الإجابة هي: أولاً، رفع الوعي بموضوع حقوق الإنسان. ثانياً، عقد الاجتماعات وورش العمل المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. ثالثاً، تدريب الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية والناشئين في مجال حقوق الإنسان. ونهاية أعزائي الطلاب، لا تنسوا الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك للرجوع إلى معلم المادة لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.